التمام والثامنة بتوقيت الجزائر، أهلا بكم إلى النشرة الرئيسية. مرحبا بكم وإليكم بداية أبرز العناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يهنئ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ويؤكد التطلع للعمل المشترك لتعزيز أواصر الشراكة والتعاون بين البلدين. بتكليف من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الوزير الأول يؤدي بأبو ظبي واجب العزاء في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد. بدعوة من أخيه السيد رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الشقيقة، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يشرع غدا في زيارة دولة إلى تركيا تدوم 3 أيام. وبين البلدين علاقات تاريخية متميزة وآفاق تعاون وشراكات مربحة. باسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني الفريق سعيد شنقريحة يشرف على تنصيب رسمي للواء جمال كحال مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي. ثامنة اليوم تقف عند الأبعاد الاقتصادية والتنموية لخط السكة الحديدية الهضاب العليا. ومن الأغواط ترقية المحتوى المحلي، رهان مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية. مع انطلاق حملة الحصاد بولايات الجنوب توقعات بمحصول وافر بفضل آليات المرافقة والدعم. وأفاق واعدة لزراعة السلجم يا زيتي بالبويرة للدفع بالصناعات الغذائية التحويلية. أهلا بكم إلى تفاصيل ثمنة اليوم. بداية، بعث رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رسالة تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وجاء في رسالة السيد الرئيس ما يلي: تحية طيبة مباركة، وبعد يطيب لي بمناسبة انتخابكم رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أن أعرب لكم باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصلة عن نفسي عن خالص التهاني وأطيب التمنيات، سائلا المولى جل وعلا أن يوفقكم في أداء مهامكم النبيلة وأن ينعم على الشعب الإماراتي الشقيق بمزيد من التقدم والرخاء تحت قيادتكم الرشيدة. إن الثقة الغالية التي أولاها إياكم إخوانكم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد لهي أكبر دليل على إجماعكم على ما يميزكم من حكمة وتبصر واقتدار لمواصلة المسيرة الرائدة وترسيخ دعائم النهضة النموذجية التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على خطى والدكم الشيخ زايد موحد البلاد وباني نهضتها، ونهج أخيكم الشيخ خليفة عليهما من الله شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان. وإنها لفرصة أغتنمها لأعرب لكم عن اعتزازنا بالعلاقات الأخوية التاريخية والمتينة التي تجمع بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، وأؤكد لكم في ذات سياق تطلعنا للعمل الوثيق معكم من أجل تعزيز أواصر الأخوة والتعاون والشراكة والارتقاء بها إلى مستويات أرحب تستجيب لتطلعات شعبينا الشقيقين وتجسيد حرصنا المشترك تجاه قضايا الأمة العربية ومساعينا الحثيثة لنشر السلم والاستقرار إقليميا ودوليا. وفي انتظار أن أسعد بلقائكم في بلدكم الثاني الجزائر، تفضل صاحب السمو والأخ الفاضل بقبول أسمى عبارات التقدير والمحبة.
بتكليف من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أدى الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمن اليوم بالعاصمة أبوظبي واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وقد كان ممثل رئيس الجمهورية مرفوقا بوفد رسمي يضم الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني اللواء محمد صالح بن بيشة والسيد مدير الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني اللواء سليم جريد. وقد حضر الوزير الأول مراسم العزاء بمعية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الجديد وأفراد الأسرة الحاكمة، مقدما التعازي والمواساة في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه وشمله بواسع رحمته. من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة المنتخب من قبل أعضاء المجلس الأعلى الاتحاد الإمارات العربية المتحدة عن خالص شكره وتقديره لسيد رئيس الجمهورية والشعب الجزائري على التعازي والمواساة الصادقة في هذا المصاب الجلل. بدعوة من أخيه السيد رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الشقيقة، يشرع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون غدا الأحد في زيارة دولة إلى تركيا تدوم 3 أيام. سيكون للسيد الرئيس محادثات مع أخيه رئيس جمهورية تركيا تتمحور حول العلاقات الثنائية بين الجزائر وتركيا وسبل دعمها وتعزيزها بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين، إضافة إلى قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك. وبين الجزائر وتركيا علاقات أخوية وأفاق تعاون وشراكة مربحة. إلهام عشر. الجزائر تركيا علاقات متميزة تبعها الرصيد التاريخي المشترك والتقارب الحضاري بين البلدين لقرون، وما تزال الشواهد على عمق هذه العلاقات ماثلة للعيان إلى اليوم. الجزائر بلد شقيق يفصل بيننا هذا البحر وتجمع بيننا الثقافة والشواهد الحضارية المشتركة. تروحي للمطار تلقاي لابوشيت تاع هذا الحانوت. عندي 21 سنه خدام مع ابراهيم هنايا، نخدم هنا ماكله جزائريه وتركيه. التطابق في وجهات النظر حول العديد من القضايا الدوليه والاقليميه الراهنه بين الجزائر وتركيا عززتها سنه التشاور والتنسيق الدائم بين قيادتي البلدين، وهي تتجه نحو كتابه فصل جديد من التعاون المثمر والمنتج بين الجانبين، انطلاقا من مجلس للتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى توج الزيارة الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الجزائر مطلع عام 2020. هي علاقات تشاركية استراتيجية تقوم على تقارب حقيقي، خاصة بعد زيارة الرئيس التركي طيب أردوغان إلى الجزائر، وكذا الزيارة التي سوف يقوم بها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى تركيا، وهذا دليل على أنه هناك استراتيجية حقيقية على أعلى مستوى سوف تربط البلدين في كل القضايا الراهنة والقضايا التي تهم البلدين. هذه الشراكة الاستراتيجية انعكست على مسار العلاقات الاقتصادية الثنائية، فكان التعاون مثالي ونوعي من حيث الحفاظ على المصالح المشتركة بترقية حجم الاستثمارات في قطاعات الطاقة والمناجم والأشغال العمومية ومجالات حيوية أخرى. تعاون سيتعزز أكثر بإطلاق أرضية رقمية لرجال الأعمال الجزائريين والأتراك. اليوم الجزائر تنظر بمنظار آخر، أنه لابد أن تكون هناك علاقة استراتيجية، رابح الجميع يستفيد. هذا ويشكل المجال العلمي والثقافي بين البلدين جانبا آخر من التعاون لفتح أفاق واعدة تؤسس لشراكة استراتيجية مستدامة بين الجزائر وأنقرة. باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، أشرف السيد الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم على التنصيب الرسمي للواء جمال كحال مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي. باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة
وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي أنصب رسميا اللواء جمال كحال مديرا عام للوثائق والأمن الخارجي، خلفا للواء نور الدين مقرئ، وعليه آمركم بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة، تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية، ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار، وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة. المناسبة كانت فرصة لسيد الفريق للقاء إطارات المديرية العامة للوثائق والأمن الخارجي الذي أسدى لهم جملة من التعليمات والتوجيهات تتعلق أساساً بضرورة التحلي بأقصى درجات المهنية والاحترافية في أداء المهام الموكلة، وكذا مضاعفة الجهود المخلصة والمتفانية من أجل رفع التحديات الأمنية التي أفرزتها التحولات المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي. في الختام صادق السيد الفريق على محضر تسليم السلطة. في التعاون استقبل اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رم طلع ممر السفيرة الأمريكية السيدة بيزا ويليامز، والتي تقوم بزيارة إلى الجزائر ممثلة لمركز كارتر الذي يتولى دور المراقب المستقل لتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر. وقد تناول الطرفان بهذه المناسبة تطورات المساعي والجهود التي تبذلها الجزائر على رأس الوساطة الدولية ولجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة بهدف إعادة بعث مسار تنفيذ الاتفاق من خلال وفاء الأطراف المعنية بالتزامها وتحقيق نتائج ملموسة في تنفيذ مختلف أحكام الاتفاق. بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي وبحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة، تم اليوم تنظيم لقاء وطني للمدراء الولائيين للتشغيل والمفتشين الولائيين للعمل ورؤساء الفروع الولائية للتشغيل. نوقشت خلاله حصيلة التشغيل على المستوى الوطني والاستفادة من عقود الإدماج الوطني ومنحة البطالة. وزير العمل شدد على ضرورة الشفافية في إبرام الاتفاقيات لتوفير عقود عمل في الجنوب الجزائري. واتفقنا أيضا لكي كل ما يخص تشغيل اليد العاملة الأجنبية ما دار إلا بعد ما نقوموا بالتحقيقات اللازمة بما يخص هذا النوع من التشغيل. وأيضا كان عندنا التزام لكي التشغيل في المناطق الجنوبية الولايات الجنوبية الأردنية 20 يدار بطريقة شفافة وعادلة. والتشغيل ركيزة أساسية في المشاريع الكبرى بمجالات عدة كقطاع النقل، حيث يبعث خطو سككي الحديدية الهضاب العليا الحركية الاجتماعية ويفتح آفاقا اقتصادية واعدة. حنان بوراي. خط سكة حديدية يربط بين ولايات الهضاب العليا تنجزه الدولة الجزائرية ليحقق معه آفاق تنموية بحركة اقتصادية واجتماعية يأملها ساكنة هذه المنطقة ذات الدور المحوري في الاقتصاد الوطني. مستثمرين هنايا بينقص علينا التكلفة تاع النقل السكة الحديدية، وتكون على كل حال نتوسعوا المارشي تاعنا حتى البوغزول حتى على كل حال الجنوب والهضاب العليا. السكة الحديدية والقطار جاء لفك هذه العزلة ولتوصيل تيسمسيت بالعالم الآخر من الولايات المجاورة. بلدية بوغزول منطقة ريعوية، منطقة فلاحية، المشروع هذا تاع السكة الحديدية لنسب هذه المنطقة لنقل البضائع، لنقل البري، الأمورات. نحن مستفيدين بالمشروع هذا، نعرفه الدولة باللي راهي قائمة بالواجب نتاعها الحمد لله. هذا المشروع يمتد على مسافة 1160 كيلومتر
وينطلق من ولاية تبسة شرقا إلى ولاية سيدي بلعباس غربا مرورا بمدينة بوكزول القطب الحضري والجيوستراتيجي في منطقة الهضاب العليا، لتصبح أكبر محور دوران لشبكة القطارات في الجزائر. فبإقليم هذه المدينة يمر أيضا الخط العابر للصحراء. خط الهضاب العليا يعرف اليوم انتهاء للأشغال وجاهزية للاستعمال على محور المسيلة بوكزول بوكزول تسمسيلت على مسافة 300 كيلومتر. التصميم والإنجاز كان على لأجل استيعاب الكمية الهائلة من المسافرين والبضائع لأنها تتقع في تقاطع. كذلك هناك ثلاث محطات في هذا الخط، وهي محطة البرين بولاية الجلفة ومحطتي بوطي السايح وحين العجل. خصوصيات هذا القطار أنه يعني يربطنا في المدينة الجديدة بوكزول، ميتروبول بوكزول اللي راح تكون يعني قطب استراتيجي، قطب يعني صناعي واستراتيجي لكل منطقة. وبالتالي هذه الشبكة المختلفة للطرقات، سواء الطرقات عن طريق السكة الحديدية أو طريق سيار شرق غرب أو طريق سيار شمال جنوب، من شأنه أن يفك العزلة عن الولاية وتكون أيضا ولاية مستقطبة للاستثمار وتكون ولاية منتجة. وإحنا نعول الكثير إن شاء الله على هذا المشروع. مشروع حيوي أثبتت فيه الشركات الجزائرية الوطنية خبرتها وكفاءتها وتحكمها التام في إنجاز الأشغال، بدءا بالدراسات إلى فتح الورشات الكبرى وتشييد محطات القطارات بمواصفات عصرية توفر مختلف الخدمات لمستعمليها. طاقويا وضمن جهود تحقيق ناجح وفعال لاستراتيجية الانتقال الطاقوي التي يوليها برنامج رئيس الجمهورية، أهمية بالغة تبرز أهمية مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية سولار 1000 ميجاوات لكسب رهان تطوير مجال الطاقة النظيفة في بلادنا. أكد اليوم وزير الصناعة أحمد زغدار من ولاية الأغواط خلال إشرافه على أشغال يوم إعلامي حول إدراج المحتوى المحلي ضمن البرنامج الوطني سولار 1000 ميجاوات، أكد على الامتيازات التي يتيحها هذا المشروع الطاقوي الضخم على المستوى المحلي والوطني. الأشغال حضرها وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب ووزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بن عتو زيان وولاة الجمهورية للولاية المعنية بإنجاز محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية. شدد اليوم وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني خلال إشرافه على انطلاق موسم الحصاد من ولاية أدرار على أهمية الشروع في إحصاء المساحات الفلاحية المخصصة لإنتاج المحاصيل الاستراتيجية. وهبة مزوج والتفاصيل. تحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتوجات الفلاحية الاستراتيجية على غرار إنتاج الحبوب واللحوم والحليب والخضروات من أبرز اهتمامات القطاع، وذلك من أجل ضمان تغطية الطلب الداخلي من هذه المنتوجات. بالنسبة لحملة الحصاد والدرس، هنا لاحظنا باللي فيه ارتفاع يعني كبير بالنسبة للإنتاج والمردودية، خصوصا تاع الإنتاج تاع الحبوب. نعتقد في انتظار أكثر من 650 ألف قنطار تاع الحبوب. نتمنى إن شاء الله في المستقبل أولا تكون فيه توسيع المساحات المهيئة، ربط بشبكة الطاقة الكهربائية. وتعد الفلاحة أيضا من اهتمامات ذوي الهمم هنا بولاية أدرار، حيث تم إدماج هذه الفئة من خلال تخصيص مشاتل نموذجية لمباشرة أنشطتهم. عشر سنين أنا كنت في ذاك السنتر، خرجت فلاح، أنا قاع يعرفوني فلاح، أو ما قاع صحابي يعرفوني فلاح، وكبرت في المركز. احنا تعلمنا في المركز، علمنا الفلاحة، وتعلمنا في الحديث الصلاة البتيخ والسلطة. وخلال هذه الزيارة تفقد الوزيران بمشتلة أدرار نشاط مختلف الهيئات التقنية التابعة لقطاع الفلاحة وتعاونية تابعة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال إنتاج الشتلات الخضروات وتربية المائيات ومنتوجات الفلاحين والمرأة الريفية والماكثة بالبيت.
ومع بداية حملة الحصاد والدرس في المناطق الجنوبية للبلاد، رهان على المضي قدما في تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة القمح وتحقيق الأمن الغذائي بتجنيد الوسائل اللازمة. العملية ترصدها لنا من تيميمون من العرج. هنا من جيدن بتيميمون، وعلى مد البصر السنابل المنحنية مؤشر إيجابي يدل على أن موسم حصادها قد حان. دوك السنة درنا 20 هكتار 20 بيفو، سي اون افير دو 600 هكتار، ورانا حاطين هنايا 50 بيفو رانا واجدين موجدينها، ستادير بالك العام الجاي نكونوا في 40 بيفو، نجيبوا واحد 200 الف قنطار ولا 300 الف قنطار هذه تاع قمح، ولا كل عام رانا نزيدوا، كل عام نزيدوا ندخلوا في الانتاج. رانا معولين هنايا نديروا محطة تاع تكثيف البذور ومعالجتها باش نولوا كيما نقولوا نغطوا المنطقة. نغطوا المنطقة ونغطوها ذاتيا في إطار الدعم الفلاحي. الدولة تقوم بمرافقته بالدعم اللي هو الأنقاب، المضخات، المرشات المحورية لذكر غير هذه العمليات، وعندنا المرافقات التقنية. 5000 هكتار هي مساحة المخصصة لمحصول الحبوب بالولاية بمردودية متوقعة تصل إلى 55 قنطار في الهكتار، ليتم في خطوة أخرى تهيئة جميع الظروف اللازمة لتحديد نقاط التجميع. كنا فتحنا بتعاون مع تعاونية الحبوب والبقول الجافة لأضرار، فتحنا نقطة جمع المحصول على مستوى أقروت، وهذا اللي كنا نستطيع من تجميع كل منتوج نتاع دائرة أقروت. وفيما يخص تيميمون دوك هنا رانا مع هذا المتعامل الخاص، كان اتفاقيه مع الوايسي مع لا سي سي ال اس فيما يخص جمع المحصول تاع هذه السنه ان شاء الله. فبعد استراتيجيه الدوله وتشجيعها للزراعه الصحراويه مع جديه المستثمرين الفلاحيين، نتائج مطمئنه قد تحقق الامن الغذائي وتخفض فاتوره الاستيراد. هذا وتتوقع المصالح الفلاحية لولاية المغير إنتاجا معتبرا من مادتي القمح الصلب والشعير لموسم الحصاد والدرس، مع رفع رهان زيادة الإنتاج من قبل الفلاحين. منصور صباح. بمساحة إجمالية تقترب من 1000 هكتار، يراهن فلاحو ولاية المغير على رفع مردود الإنتاج لمادتي القمح والشعير في الهكتار الواحد بتقنية السقي التكميلي رغم بعض الصعوبات. الخير والبركة راه في القنطار إن شاء الله، في الشعير يجيب 30-40، في القمح ثاني كذلك، وإنما والسقي نتاع الحبوب هذه راها يسمى طول، ماهوش خطرة ولا خطرتين ولا. نقايص هذه كما مثلا في نقطة التجميع ما كانش هنا في المغير، ولكن كاين غير في الواد وبسكرة تسمى تسقى منا في النقل. نتمنى ان شاء الله باذن الله، خاصه بما انها ولايه فتيه، ان يقربوا المرافق لترافق الفلاح وتساعده وتحفز على الانتاج فيما يخص التخزين فيما يخص اليه الدعم. توقعات حمله الحصاد والدرس لهذا الموسم تحمل مؤشرات ايجابيه وتؤكد نجاح تجربه زراعه الحبوب بهذه الولايه الجديده، لكن تثمين هذا المحصول الفلاحي عامل مهم في استمرار النشاط. توقعات الانتاج بالنسبه للشعير اكثر من 12000 قنطار، وبالنسبه للقمح اكثر من 11000 قنطار. نتكلم مع السيد الوالي لانشاء نقطه لبيع البذور في موسم الحرث والبذر، وان شاء الله نقاط تجميع في موسم الحصاد والدرس، لانه احنا كولايه المنتوج يروح لولايه واد سوف، ولايه بسكره، ولايه تقرت. وتملك ولاية المغير مؤهلات طبيعية هامة تسمح بتوسيع هذه الزراعة الاستراتيجية ضمن سياسة القطاع، وتمكنها من الالتحاق بمصافي الولايات الرائدة وطنيا. فلاحيا دائما وللموسم الثاني على توالي، يراهن فلاح عين بسام بولاية البويرة على إنجاح زراعة السلجم الزيتي بمعدل إنتاج قد يصل إلى 20 قنطارا في الهكتار. إنتاج وافر يسهم في إعطاء دفع لصناعة التحويلية الغذائية. المزيد مع أحلام جولمامي. للموسم الثاني على التوالي وبمعدل إنتاج متوقع أن يصل إلى 20 قنطارا في الهكتار، راهن فلاحو ولاية البويرة على إنجاح زراعة السلجم الزيتي المعروف بمصدر الزيوت والعلف الغني بالبروتينات.
هذه أول تجربة في زراعة كولزا في ولاية البويرة، راح تبان إن شاء الله موفقة مليحة وإن شاء الله مردود مليح. وبعد ما وفرت لنا الدولة البذور يعني وأيام تقنية دراسية بها تعلمنا زراعة، ووفرونا ثاني الأسميدة البذور. العمل تاعنا وبارافون يعني اللي كان كامل هو البطاطا والحبوب. الور صديق حبينا نزيد الترناتيف واحد اخر في الخدمه تاعنا. هذه الزراعه الاستراتيجيه التي ستساهم في توفير الماده الاوليه للصناعه الغذائيه التحويليه اعتمد فيها على دراسه نوعيه الاتربه وتوفير المساحه اللازمه. برمجنا سنة حوالي 694 هكتار، منها 124 هكتار عند الخواص و 540 هكتار في المزارع النموذجية. سعر الشراء تاع المنتوج مدعم، كنا العام اللي فات ندو فيه ب 7500 دينار، سنة طلعنا لوبري رانا في 9000 دينار للقنطار. عندنا التوقعات الإنتاج تاعنا اللي كنا في جوي 11 12 قنطار على في الهكتار السنه، التوقعات تاعنا ربما تلحق حتى 20 قنطار في الهكتار. السلجم الزيتي هذه عندها نسبه بين 30 الى 40% من زيت المائده الغني بالاوميغا اوميغا 3، بالاضافه الى الاعلاف المواجهه لتغذيه المواشي الغنيه بالبروتينات. ثاني سابق نستعملوها كسابق زراعي جيد للحبوب. هنا بعين بسام التي تعد نموذجا لهذا المردود الوفير من شأنه أن يسهم في تقليص فاتورة الاستيراد وإعطاء دفع قوي لتلبية حاجيات السوق الوطنية من هذه المادة الحيوية والأساسية. دوليا وفي شأن الصحراوية، كثفت وحدات الجيش الصحراوي قصفها ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربي بمناطق العكد، أكويرة، والدبلال وسبخة نوشاد بقطاع المحبس حسب ما أفاد به بيان عسكري صادر عن وزارة الدفاع الصحراوية. في شأن الفلسطيني، وعشية الذكرى 74 للنكبة، يواصل الكيان الإسرائيلي جرائمه متعددة الأشكال بحق الفلسطينيين العزل، حيث استشهد اليوم فلسطيني بالقدس المحتلة وأصيب آخرون بقلقيلية. يتزامن هذا ومواصلة الاحتلال سياسته الاستيطانية بالضفة الغربية وسط مطالب دولية بتراجع عن مخططاته التوسعية. في آخر تطورات العملية الدفاعية الروسية بأوكرانيا، حمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السلطات الأوكرانية مسؤولية نسف المفاوضات من أجل تسوية سلمية بين الطرفين، فيما قرر الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدات جديدة لكييف بقيمة نصف مليار دولار. اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف القادة الأوروبيين بتبني نزعة حربية عدائية تجاه موسكو، مؤكدا أن بلاده لا تريد حربا مع أوروبا. ونختم نشرتنا بجمال جورجرا واكتشاف أو بأعالي ولاية البويرة ورحلة سياحية مشيا على الأقدام نحو بحيرة أجولميما. دليلنا فيها إدريس عزيزي. بحيرة أجولميم موقع سياحي يستقطب الزوار، وهي إحدى الوجهات السياحية المفضلة لرواد السياحة الجبلية. كونيس لي كون جلدي محمد نوليد ازرلاكيس سيدي الناس القدر الناغ ويناغد الشيوخ الله يبارك الصغزل عامير نصن نقيه البلاصه ما شاء الله، وان شاء الله تجوها وشباب بزاف غادي تعجبكم. مني عاد ناسي كتنيضان ارداكي ان شاء الله. ممارسة الرياضة الجبلية هواية يحبذها الكثيرون لما فيها من فوائد صحية واستمتاع بالمناظر الطبيعية في هذه الرحلة. نافي ان بون ان بون باركور من لوتيل حتى لهنايا، بون سفرينا شويه مي بصح صافا، نزيدو نكملو حتى لو لاك باش ندوزو اون بيريود نريحو شويه نفطرو. ننصح انا كل جزائري يحب راحه النفس ويغير جو انه يجي المنطقه هذه. هي فرصه لاستكشاف هذه المناطق، هذه الامكانيات الساحره التي تزخر بها المنطقه، وبصراحه يعني بلادنا بلاد سياحيه بامتياز، يكفي فقط نستكشفها، يكفي فقط نروج لها نسوق هذه الصور الجميله. مثل هذه الأماكن السياحية تتوافد إليها العائلات للاستمتاع والاسترخاء في نهاية الأسبوع. بذا نصل إلى ختام نشرتنا، بقي التذكير بأبرز العناوين.
رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يهنئ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ويؤكد التطلع للعمل المشترك لتعزيز أواصر الشراكة والتعاون بين البلدين. بتكليف من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الوزير الأول يؤدي بأبوظبي واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. بدعوة من أخيه السيد رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الشقيقة، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يشرع غدا في زيارة دولة إلى تركيا تدوم 3 أيام. وبين البلدين علاقات تاريخية متميزة وآفاق تعاون وشراكات مربحة. باسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني الفريق سعيد شنقريحة يشرف على التنصيب الرسمي للواء جمال كحال مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي. وقفنا في ثامنة اليوم عند الأبعاد الاقتصادية والتنموية لخط السكة الحديدية الهضاب العليا، وتابعنا من الأغواط ترقية المحتوى المحلي رهان مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية. مع انطلاق حملة الحصاد بولاية الجنوب توقعات بمحصول وافر بفضل آليات المرافقة والدعم، وأوفاق واعدة لزراعة السلجم الزيتي بالبويرة للدفع بالصناعات الغذائية التحويلية. بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة في أمان الله. شكرا على الكرم المتابعة والوفاء، أطيب المنى.